يعني كيفاش انا شفت مدرب يلاه سينا هذه 48 ساعه تقريبا، فاذا به كيحط قائمه من 46 لعاب، يعني بحال الا هذا السيد هذا عنده سابق معرفه بكره القدم المغربيه، الوغ كو هو يتغيب على الرجاء من زمن طويل. وبالتالي حنا يمكن انا كملاحظه بالنسبه لي يمكن لي نقول بان هاد الناس هادو ديال الجامعه هما اللي كيتحكموا في الاختيارات يعني تاع المدرب. ما يمكنش مدرب جاب 48 ساعه ويحط 46 لاعب الوغ كو البطوله واقفه اصلا. ثانيا يعني البطولات الاوروبيه يلاه بدات، كيفاش مستطاع انه يعني يكون فكره على اللعابه اللي كاينين؟ غتقول لي انت عنده لا باز يعني المنتخب القديم وهذا داكشي. انا تنشوف بان المنتخب القديم في نظري انا والله اعلم انه كان خلال كاس افريقيا كان يعني يحيدوا منه على الاقل واحد 50 او 60 ديال اللعابه. الاختيارات في كره القدم الوطنيه مع الاسف خاصه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي كتدخل فيها حيتيات كثيره. فيها باك صاحبي، نجيو صراحه نهضروا باللغه ديال اللي غيقدروا يفهموها كاع الناس، فهمتيني؟ فيها باك صاحبي. حمد الله غائب عن اللائحه، انا لا اعتقد بان حمد الله غائب عن اللائحه اكثر ما كنقول بان حمد الله تم تغييبه. يعني لا، انا عندي مؤاخذه على حمد الله كونه ما كانش يخرج من المنتخب الوطني المغربي في هذيك المرحله، فهمتيني؟ لان المنتخب الوطني المغربي ماشي الملك ديال حمد الله، المنتخب الوطني المغربي الملك ديال المغاربه كاملين، ما هوش الملك ديال شي لعاب من اللعاب. وبالتالي كان يفرض يعني الوجود ديالو بقوه العزيمه ديالو وبالامكانيات اللي كيتوفر عليها، ما يخليش بلاصتو لواحد اخر اللي ما عطانا حتى شي حاجه، ما عطى حتى اضافه للفريق الوطني المغربي. اولا هذه اللائحه كتبقى علامه استفهام كبيره، كيف يعقل ان مدرب اللي بقي الله حطته الطياره من 48 ساعه كيجي كيحط لنا لائحه؟ هذه اللائحه تبنت على اي اساس؟ كنقولوا بشاره خير ان لقينا 8 لعابه ديال البطوله، ولكن هذه اللعابه اللي عيطتي لهم فين شتيهم بعد؟ اول حاجه البطوله عندنا متوقفه، غتقول لي رجعتي اليوتيوب بقيتي كتشوف العصبه والراجا وداك الشيء اللي دوزتوا فيه، هذا الشيء ما كيتبناش عليه. اللائحه كتمنع العطاء كما كنقولوا، العطاء واللعابه اللي كتكون عندهم كما كنقولوا ماتشات في رجليهم. كنشوفوا اكثريه ديال اللعابه حنا كانوا دي فاكونس مخير فيهم، دابا دوز العطله ديالو، باقي اللعابه ما كايناش كما كنقولوا ديك الجاهزيه والطراوه باش عطينا لي لا ليست اللي حنا غنكونوا مقتنعين بها. وكنقولوا حليلو الزيت كنظن انه مدرب اجنبي، حنا كنا بعد الاخفاء ديال كاس افريقيا كنا كنتمناو كانت عندنا كل الامل اننا غنشوفوا اخيرا اطار مغربي. علاش كنشوفوا المنتخب الجزائري وكاع المنتخبات اللي مشات بعيد في كاس افريقيا كانت ولاد البلاد كما كنقولوا هما اللي مشاو معاها، وخير مثال المنتخب الجزائري بواحد اللي ولد البلاد وفهمت ولد الشعب، مشى الحمد لله تبارك الله دا معاهم كاس افريقيا، وكنا كنتفائلوا حتى حنا وكنقولوا الحمد لله هذه المره غتعطى الاطار الوطني، وعندنا الكفاءات كبيره الحمد لله. راه حسين عموش اللي دار اخر انجاز اللي فرح كاع المغاربه بالعصبه، ولا جمال السلامي اللي جاب الصال مع المحليين، ولا كذلك وليد الركراكي اللي بفريق اللي كنضرب بلا جمهور بلا شي حوايج بساط كون الفريق وتبارك الله كيكونوا. وحنا عاوتاني ديما عقده الاجنبي اللي قات قديمه عقده المغاربه، وكنظن اننا ديك 8 اللعابه كما كنقولوا ديما كيبغيو يسكتونا بها، حنا راه عقلنا فهمتيني الجامعه نتمناو شويه المعقول. والحمد لله الا ما شتا استدعاد لي حتى هو خاصنا حتى هو نتصلوا به ونريحوا معاه. علاش؟ انك انت ولد الشعب ومني تعطاك المنتخب تلبسو حطيتي التولي مشيتي وما قلتي حتى شي حاجه. حنا كشعب بغينا نعرفوا واش وقع، وشناهو واش بقى عندنا نفس عقده اللاعب الاجنبي مع اللاعب المحلي، باش نلقاو ضروري خاصنا نوصلوا للحل باش المنتخب يمشي بعيد، الا بغينا نشوفوا منتخب اللي غادي يفرحنا ويفرح جميع الناس. باش نديو على الرياضه خاصنا نديو على العموم، ما نبيوش غير على ناخب وطني الله جا ولا الرياضه الوطنيه. للاسف الشديد في المغرب تيقولوا لنا لا هي وعباد الله حتى يموتوا، هذا هو اللي تباغي نقول لك، لان باش يجيبوا واحد الكلمه قالها فخير انا ودادي وتنعترف بالكلمه اللي قال لهم الكار خاسر وتيقلبوا لي على شيفور، لان ملي دخل لوزاني هذه تقريبا واحد 50 عام قال لهم بلا مراكز التكوين ما يمكن الناس نزيدوا بالرياضه الوطنيه للامام. والان تنشوفوا بانهم جا مورلو وقال لهم نفس المشكل، قال لهم لما كانوا مراكز تكوين راه تيدير. حنا تنشوفوا مراكز تكوين في جميع الفروق الوطنيه الان عاطله، لماذا؟ ما كاينش اوضور تقنيه تدير، اكثر ديال الفراقي تيتعاونوا باللاعبين القدامى ديالهم اللي هما للاسف شديد ماشي لعابه ودوزوا كره ودوزوا ذلك، ولكن في المسائل التقنيه راه خاصهم تكوين اكاديمي يكون كبير. هو صراحه في اول وهله كتبان بانه شي حاجه غير منطقيه، يعني مدرب تعين في ظرف 48 ساعه كتعطى تشكيله، غريب الظن هو ان التشكيله غايتي كومونيكي باغ لا فيديغاسيون، ولكن ماشي بالضروره شي حاجه خيبه، ما نظنش بان شي حاجه خيبه، لانه يقدر
باش يتعرف، لانه وقع التشكيله فيها 48 لاعب على ما اظن، 46 لاعب يعني باش يتعرف عليهم كاملين. انا كنحاول نكون حسنيه شويه مع المنتخب. دونك بالنسبه لحمد الله، انا شخصيا ضد الرجوع ديالو للمنتخب، كنظن بانه خاص يتخذ في قرار حاسم بحال كيما تخذ في انيلكا في منتخب فرنسا، لان كيبقى القميص ديال المنتخب، والمنتخب ما كيوقفش على شخص. كنشوفوا حتى اللعابه الكبار ميسي رونالدو وما كيديروش هذه الافعال. دونك انا بالنسبه لي خاص يكون قرار حاسم، وخاص الجامعه ما تخباش وما تخافش من رد فعل الجمهور، وخاص القجاع يخرج ويقول لنا بانه فوالا وقفنا حمد الله، ما باش يتخبى مورا المدرب. لا، كنظن بانه كاين شويه الجبن في هذه القضيه هذه. انا كنقول على المنتخب المغربي ان شاء الله غيكون مزيان مع هذا المدرب الجديد، حيت هذا المدرب الجديد عنده درايه بالمغرب. هو كان تيمشي لفاس، مشى لمراكش، مشى لافران، مشى لاكادير، المهم عنده درايه بزاف بالمغرب. هو ما جيش على قبل الفلوس، هو جاي باغي يوصل الفريق لواحد المكانه بعيده. هو ما مخصوش، نقولها لكم انا، هو ما مخصوش. هو ملي دار واحد اللائحه زوينه في ولاد البطوله وفيها باوروبا كامله وفيها الخليج، يعني هذا ما تخافش منه، هذا غيكون مدرب ان شاء الله في المستوى الكبير ان شاء الله. وكنتمناه، حيت انا شفت الوجه ديالو، الملامح ديالو مبشره بالخير ان شاء الله. وكنتمنى انا المنتخب المغربي، وانا ودادي بيضاوي ديما وداد، وكنتمنى المنتخب وكنتمنى لجميع الفرق البطوله المغربيه بالخير وبخير وعلى سلام. وكنتمنى المنتخب المغربي يكون ديما الفور، وحنا راه ديما الفور. بالنسبه للغياب، الحمد لله مسكين هذاك السيد تعداو عليه. انا نقول الصراحه هذاك السيد كبير بزاف عينينا، صراحه نقولها كواري، وحتى شي واحد ما كيشد الثمن اللي كيشدو هو فهاد الاعوام هادي، كيس 9 المليار، اشنو هي 9 المليار؟ هذاك السيد تعداو عليه وما كعاش، وخرج بواحد الفيديو قال لهم لا انا راه معت، هو راه معت ما والو، المغاربه ما بغاوش. وهذاك المدرب رونار كنقول له انا السلام عليكم، دوزتي واحد الفتره عندنا في المغرب ومرحبا والف مرحبا حتى دابا، ونبقى نقولها لك مرحبا والف مرحبا. هنا رانا في قضيه تاع سبور. J'aimerais bien vous donner un point de vue sur le choix de votre entraîneur. Ana rani nqoul jami' al maghribia hada win darat un très bon choix sur l'entraîneur. Un très très bon choix sur l'entraîneur. Parce que Waïd Halilovic c'est un entraîneur mais à condition. Il faut le laisser travailler tout seul. Il ne faut pas s'intervenir. Laissez-le le choix. Il va vous ramener des miracles. Et vous allez voir. Wahid, il était en Algérie et on le connaît très très bien et on sait qu'est-ce qu'il a fait avec l'Algérie. Qu'est-ce qu'il a fait avec le Japon? Il était exclu à cause de sa discipline, de sa sérénité, parce qu'il est très serein. Il n'y a pas de problème avec le travail de lui. Les Japonais ont fait le travail de lui. Ils ont fait le travail de lui. Ils ont fait le travail de lui. Ils ont fait le travail de lui. وخرجوا. مي حنا هنايا في المغرب اون سويت ليسي لو ترافاي، ليسي لو ان بو طون اي فوز الي فوار. بالنسبه للائحه ديالو اللي اعلن عليها بعد 48 ساعه. لو جوار جيسكا ماتنون جي با في لا ليست دي جوار، مي الحمد لله يا ربي كيما نقولوا كل المغرب كل الجزائر. راه عندنا دي جوار ديجا مغرب مغربيين جزائريين يلعبوا مع المغرب، وجزائريين مغربيين يلعبوا مع الجزائر. ما شاء الله الفرقه تاع المغرب، عندنا دي جوار في المغرب، عندنا واحد يقول لك واحد 46 50 جوار كي سون تو موند اونتي سي دي بون جوار. يا لا بات كاين لا بات، بصح يفو ليسي مي كيلكان كي بو يفو كو كيلكان كي لا بيرفيكسيون تو فوا سي سا. يا لا بات يا تو، مي سي كيما نقول لك هذا الخطره وين الجامعه المغربيه دارت ان شوا un choix vraiment extraordinaire. C'est mille fois mieux que ce Renard. C'est un grand entraîneur Renard, mais mille fois mieux que lui. Parce que les serins, les disciplinés, il y a une certaine discipline. Je peux dire qu'il y a une grande ressemblance bien notre coach Balmadi, Rabih Hafda. Il y a une très grande ressemblance. C'est le type qui travaille, il faut le laisser le travailler, il faut le laisser le temps. Il ne faut pas se précipiter pour les résultats et tout.
باسكو إلي دون سي بيريود ديسي فهمت. اون بليس دو سا زياش سي ان غران جوار فو با لاتاكي باسكو ا كوز دي ان بينالتي. زياش سي ان بارمي لي غران جوار دي موند فو با لاتاكي سي لي غران جوار إي بار ان بيريود دو بينالتي. زياش سي ان غران On sait bien qu'il sera, qu'il jouera à Ajax et on sait bien qu'est-ce qu'il a fait dans la Ligue Champion. Donc il ne faut pas l'attaquer à un point où il est vraiment. Il faut, faut l'encourager. Turcale, laissez-le. Il ne faut pas le dire ça à l'absence. C'était le même cas, c'était le même cas avec l'Algérie. Quand il est venu Belmadi, les journalistes, Alain Medjeb Chahda, Alain Medjeb Chahda, pourquoi il n'a pas ramené ça? Pourquoi il a ramené Gdiwra? Pourquoi il a ramené Belhamri? Pourquoi? Et on a vu. Et c'est ce qu'il fait. Donc. Ali Rovich fait parmi les entraîneurs qui savent leur travail, qui maîtrisent leur travail, qui savent ce qu'ils font. Donnez-lui une chance et encouragez-le et vous allez voir. Inch'Allah, Rabbi le Maghreb tefrah, on nefrahou ma'a hna el Jazairiyyin kima frahtou ma'ana w Rabbi khalikoum. Awwal haja ghiyab hamdoullah hadi kayna yed khafiya ba'da kayn. Hna la rak aarfin had el message hada dima kanarfou had el oghniya dima kansma'ouha. حيت مدرب ملي كيجي المنتخب هو اللي كيدير الخدمه ديالو. يمكنش لك غادي تجي وهو اصلا بعدا كان كمدرب هو ما تبعش البطوله المغربيه بصفه عامه وراه كيحطاتو الطياره كيجي هز التوني كيسينا العقد ديالو مع الجامعه. وبالنسبه لليست اللي تحطات راه ماشي هو اللي اختارها، هذه كاينين الناس في الجامعه هم اللي هم اللي حاطين هاد لاليست هذه. حيت المدرب ملي كيجي راه كيبراك وكيسرح في الميادين وكيشوف اللعاب اللي كيلعب مزيان واللعب الانضباط في اللعب عاد كيعلن على اللائحه. هذا باش جا من الطياره وقف وقال لاليست موجوده. اذا كاينين الناس في الجامعه هما اللي كيديروا هذا الشيء. وبالنسبه لي كاطار اجنبي هذاك ما عمره ما كضرب النفس على البلاد. انا كلاعب انا لعبت في الدرجه الثانيه في قسم الدوري المغربي، انا عندي فكره نجيبوا مدرب اطار وطني احسن من اطار اجنبي، لان هذا جا علاقه بالفلوس. من غير يجي ياخذ 200 مليون شهريا راه ما اصلا هذا جاي عنده عقد ديال 3 سنين غادي يجمع الفلوس في واحد الخنشه ويهزها فوق ظهره وغادي يزيد في حالاته. علاش حنا ما عندنا ما كاينش اطار وطني وليد الكراكي، ما كاينش جمال السلامي، ما كاينش بدو الزاكي. واخا بدو الزاكي عنده حاسه معاهم واخا يبغي واخا الشعب غيبغي هما ما غاديش يبغيو. شوف كون على يقين واخا نوصلوا 2030 عمرنا ما غنزيدوا قدام. وكون على يقين شي هاد لاكوب دي موند اللي كاين في قطر اقسم بالله العلي العظيم والله ما غنتكاليفوا ما غنفوت. شوف ولو حنا طحنا دابا في كاس افريقيا مع موريتانيا وهاد المنتخبات اللي مغموره شويه ما غنتكاليفوا لاكوب دافريك، ولكن كاس العالم اقسم بالله ما غاديش نمشيو ليه. لان حنا العام اللي جا كنلقاو اطار وطني كيجي اطار اجنبي كيجي كنحطوا ليه لاريس. شوف دخل لنا هذاك يلعب اجاكس، دخل لنا هذاك يلعب توتنهام، واخا يكون كيجمع 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 الكواري خاصنا ندخلوا. علاش حنا ديما عزيزين على الشهره؟ حنا المغاربه معروفين كنتو نتباهوا على بعضياتنا. شوف الجزائر جاب اطار وطني كيفاش كيتقاتل كيفاش واقف ما كيفكرش الماديات كيفكر البلاد وكيفكر الشعب ديالو. حنا العام اللي جا غنبقاو نتفقسوا غنبقاو مرضوق